السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنكمل سلسلة التعقدات في منظومة كناري ريكس لإدارة الصيدليات، والنهاردة هنتكلم عن الاكسبشنز أو البنود المختلفة اللي ممكن تتحط للتعاقد. طبعا لو أنت مش فاهم قوي أنا أقصد إيه، فأنت ممكن ترجع لأول فيديو في البلاي ليست دي، هسيبه لك تحت في الكومنتات. هنبدأ الأول بس عشان نكمل على التعاقد اللي فات، هنضغط تسجيل الدخول. أنا أوريدي مسجل دخولي، فانا هدخل على المزيد وبعدين التعاقدات. هنلاقي تعاقد شركة زبادي، العميل بيشيل 10%، خصم شركة زبادي 5%، وشركة زبادي نفسها 85%. تعالوا ندخل على التعاقد. هيجي لي هنا طبعا الرصيد الخاص بيها وما الى ذلك، بس احنا ندخل على اللي يهمنا على طول. هنضغط على تعديل وبعدين تعديل الملصقات. هنا في عندنا كذا مثال، اللي هو المستورد وأدوية الضغط وبعض الأدوية المحددة دي، هنخليها ممكن نعملها في آخر الفيديو ده أو ممكن نخليها الفيديو الجاي. دلوقتي المستورد هنعمل خصم 0%. طبعا لو أنت مش فاكر، فإحنا كنا عاملين إن الخصم 5% وشركة زبادي بتشيل 85%. دلوقتي هنعمل تعديل الملصقات. أوكي، هنضغط هنا المستورد. المستورد ممكن نكتب حاجة زي imported. imported هو ملصق خاص بكل الأصناف المستوردة. تحمل شركة زبادي احنا هو في العادي بيكون 85%، احنا اتفقنا ان هو هيبقى 90%، اما الخصم هيبقى 0%. هكتب هنا اكتب 0%، يعني كده شركة زبادي هتتحمل 90% والخصم شركة زبادي هتتحمل 0% والعميل هيتحمل الباقي المبلغ اللي هو 10%. هضغط اوكي. في عندنا برضو اكزامبل تاني اللي هي ادوية الضغط. خلينا نشوف انتي هايبر تنسف. اوكي، هايبر تنسف هيبقى عندنا الخصم 5% اللي هو ما فيهوش تعديل، اما الشركة هتتحمل 95% بدل ال 85% الاصلية بتاعتها. اوكي، ممكن نضيف حاجة هنا، ان انا هقول له مثلا الكوزموتكس شركة زبادي هتتحمل فيه 0% والخصم هيتحمل فيه 0%. اوكي تقديم. اوكي كده احنا ضفنا imported وانتي هايبرتنسف والكوزموتكس. يعني انا ممكن اضيف اكتر من ليبل هنا، اكتر من ملصق، وخلي بالك ان الترتيب مهم، بس دي حاجات بروفيشنال شوية فممكن نخليها الفيديوهات المستقبلية. الفيديو ده احنا بس بنشرح البيزك مش اكتر من كده. اوكي، هاجي هنا ممكن نضيف عندنا اكتر من حاجة، يعني مثلا فاتيكا فاتيكا. طبعا الصيدلية دي ما فيهاش ارصدة، فانا جاست ان انا بضرب حاجات وهمية. اوكي، خلينا مثلا ايه حاجة مستورد. اوكي، جنميت. وفي عندك انتي هايبر تنسف كونكور مثلا، كونكور 10 بلس. وخلينا نضيف حاجة بره الموضوع ده، يعني مثلا باي الكوفان. اوكي، باي الكوفان اهي ضفنا. اوكي، في عندنا اكزامبل لحاجة مش موجودة اصلا في الملصقات، وفي عندنا كونكور ده انتي هايبرتنسف. خلينا نفتح الصفحة، تعاقدات شركة زبادي، تعديل الملصقات. اوكي، في عندنا اللي هي كونكور ده انتي هايبرتنسف، المفروض شركة زبادي تتحمل فيه 95%. في عندك الجان ميت ده امبورتد، فشركة زبادي المفروض تتحمل فيه 90%. وفي عندنا آخر حاجة فاتيكا أويل ده كوزموتكس، فشركة زبادي هتتحمل فيه 0%. تعال نشوف، نضيف التعاقد، تعاقد شركة زبادي. أوكي، زي ما أنتم شايفين ضفنا التعاقد. لما أجي أضغط على حساب التعاقد، أوكي، ظهر لي إن العميل هيتحمل من الفاتورة دي 54 جنيه، شركة زبادي هتتحمل كذا، خصم شركة زبادي هيتحمل كذا. تعال نشوف التفاصيل المديونية. اوكي، خلينا نشوف. فعلا الفاتيكا اللي هو اول حاجه الكوزموتكس الشركه ما تحملتش فيها اي حاجه، فدي نقطه كويسه. الجان ميت شركه زبادي تحمل فيها 90% اللي هي 399 تقريبا، وما فيش خصم ليها. دي فعلا اللي هو الامبورتد. فعلا كلام صحيح. الكونكور ده ملصقات ده 95%، الكونكور 95% والخصم 5%. اوكي، ده فعلا مظبوط. اوكي، اللي بعدها الباي الكوفان اللي هو الصنف العادي، اللي هو مبني على الخصم العام للتعاقد، برضه 85% وخصم شركة زبادي 5%.
مثلا الكوفان ده بند عام ملهوش دعوة بالتفاصيل، أما الكونكور ده مبني على الملصقات، الجان ميت ده مبني على الملصقات، والفاتيكا ده مبني على الملصقات. الملصقات اللي هي الكوزموتس أو امبورتد أو اسم الشركة. لما أجي أحفظ الفاتورة بضغط كنترول اس، أوكي دفع كامل. هو برضو بيقول لي إن المطلوب من العميل 54 جنيه و45 قرش. أوكي ممكن أحفظ الفاتورة. اوكي حافظ الفاتوره تمام. لما اجي ادخل على التفاصيل المديونيه هلاقي برضو شركه زبادي المديونيه 560، العميل المديونيه 54، وخصم شركه زبادي 5 جنيه والرصيد بتاعها كذا. اوكي تعال نشوف المديونيه عامه، هتلاقي خصم شركه زبادي زاد الرصيد بتاعها وشركه زبادي 601. الملصقات احنا عندنا في كناري اكس الصنف الواحد زي ده، الصنف الواحد ابي مول مثلا بيكون مرتبط بملصقات. الملصق ده ممكن يكون اسم شركة، ممكن يكون فارما كلاسيس زي انتي بايوريتيك، ممكن يكون الكلاسيس بتاعها تعمد زي دراج اوبليجاتوري برايس اولر وتابلت. فمطلوب جدا منك انك لو انت هتعتمد على الموضوع ده انك تتابع مع الدعم الفني بتاعنا بخصوص الملصقات، او الداتا انتري بتاعنا بخصوص الملصقات. اوكي انا عارف الموضوع ممكن يكون معقد شوية في الاول، بس لو فكرت فيها او شفت الفيديو كذا مرة هتلاقي ان الموضوع سهل جدا. انت بس بتيجي هنا بتحدد الملصقات، مجموعة الملصقات imported مثلا، ممكن تكتب اكتر مجموعة الملصقات اللي انت عايزها، ممكن تكتب اي حاجة imported وفيها anti hyper tensive مثلا، لا الشركة فيها تتحمل 100% وصفر. كان معاكم دكتور محمود اليماني من كنارة ار اكس، بشرح معاكم اللي هي تعديل التحمل بناء على الملصقات. طبعا لو عايز تعرف اكتر عن نظام التعاقدات او عن كنارة ار اكس ممكن تزور السوشيال ميديا الخاصة بينا او الموقع الرسمي www.kanararx.com.